السلام عليكم، مع حلقة جديدة من تجميعات قدرات 41 هجرية. كمي السؤال الأول: عدد إذا قسمته على 6 وقسمته على 3 كان الناتج 36. معنى أنك قسمت عدد مرتين، مرة على 6 ومرة على 3، تعني أنك مرة واحدة قسمته على 18. إذا أصبحت على 6 ثم على 3، معناه أضربهم، حاصل ضرب 6 ضرب 3 تصبح 18، كأنك قسمت هذا العدد على 18. كانت الإجابة 36. بعملية عكسية أنك تستطيع أن توجد العدد، كيف أوجد العدد؟ إذا ضربت المقسوم عليه في الناتج، 18 في 36. بعملية الضرب تستطيع أن تحصل على العدد الأساسي، لأن عملية الضرب عكس عملية القسمة، 18 في 36 بالضرب 8 في 6 48، 8 ومعنا 4، 8 في 3 24 و4 28، ضع صفر قبل أن تضرب الواحد، 1 في 6 ب6، 1 ضرب 3 3. الآن بالجمع تصبح النتيجة 8، 14 ومعنا الواحد 6. إذن الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة باستعمال العملية العكسية للقسمة وهي الضرب. ننتقل إلى السؤال التالي. السؤال التالي: إذا كان س زائد ص تربيع يساوي 36، وكان س ناقص ص الكل تربيع يساوي 16، أوجد قيمة س ص أو س ضرب ص. معلومة صغيرة هنا: إذا كان لديك س زائد ص تربيع ناقص س ناقص ص تربيع، تكون الإجابة لهذا الجانب 4 س ضرب ص. طيب، ومن المعادلة هنا يتضح أن س تربيع ناقص ص تربيع تساوي 36، ناقص س ناقص ص تربيع تساوي 16. إذن الإجابة في هذا الجانب 20، بالقسمة على 4، تكون س ضرب ص تساوي 5. الإجابة د هي الإجابة الصحيحة. لا تنسى هذه المعلومة، أن أي مجموع عددين مربع، مجموع عددين ناقص طرحهما أو مربع طرحهما، تكون الإجابة 4 س ص، أي حاصل ضرب هذا س في ص بس مكرر 4 مرات. معلومة صغيرة توفر علينا بعض الوقت والجهد. إذا كان س زائد ص يساوي 6، وص زائد ع يساوي سالب 3، وس زائد ع يساوي 5، من الملاحظة هنا أن الس تكررت مرتين، أن الص تكررت مرتين، العين تكررت مرتين. وفي السؤال طلب مني احسب قيمة س زائد ص زائد ع. أستطيع أنا بجمعهم، سوف أجمع كل هذه الأشياء، س زائد ص يساوي 6 زائد ص زائد ع يساوي سالب 3، وهنا س زائد ع تساوي 5. بالجمع س تكررت مرتين، تكون النتيجة 2 س. ثم ص تكررت مرتين، مرة هنا ومرة هنا، تصبح 2 ص. ع تكررت مرتين، مرة هنا ومرة هنا، تصبح 2 ع. واجمع الجهة المقابلة كذلك، 6 ناقص 3 3 زائد 5، تصبح الإجابة 8. نلاحظ هنا أن أستطيع أن أقسم جميع الحدود، كل الحدود على 2، بقسمة هذا الحد على 2، بالقسمة على 2، بالقسمة على 2، وهنا أيضا بالقسمة على 2، أو تقسيم 2، تصبح الإجابة س زائد ص زائد ع تساوي 4. إذن 4 هي الإجابة الصحيحة، إجابة ب. السؤال التالي: إذا كان متوسط الأعداد ألف وثلاثة واثنين وواحد هو المنوال. نستفيد من كلمة هو المنوال أن هذا العدد هو تكرار لإما العدد واحد، إما تكرار العدد اثنين، إما العدد ثلاثة، لأن المنوال يساوي القيمة الأكثر تكرارا أو القيمة الأكثر شيوعا.
فإذا كانت القيمة 1 تكررت هنا وهنا أصبحت هي المنوال، إذا كانت 2 و2 تكررت هنا أصبحت هي المنوال، إذا كانت 3 و3 إذا أصبحت هي المنوال. ولكن نلاحظ أن في الخيارات لا يوجد العدد 1، نستطيع أن نجرب العدد 2. أولا نحسب المتوسط، المتوسط إذا كان ألف يساوي 2 سوف يصبح المتوسط 2 زائد 3 زائد 2 زائد 1، مجموع كل هذه الأعداد على مجموعهم 4. 2 زائد 3 تساوي 5، 5 زائد 2 7 زائد 1 8، 8 على 4 أعطتني الإجابة 2، إذن أصبحت هي المتوسط وأصبحت هي المنوال، القيمة 2 بدلا من ألف أصبحت المتوسط وأصبحت المنوال، إذن الإجابة صحيحة. بالتحرك إلى السؤال التالي، اكمل المتتابعة. لاحظ جيدا أن هذا العدد 25 ثم 36 ثم 49، أريد العدد الناقص، أن هذه مربعات، مربع العدد 5، مربع العدد 6، مربع العدد 7، إذن هذا مربع العدد 8، 8 تربيع تساوي 64، إذن كانت هذه المتابعة تمثل مربعات الأعداد من 5 فما فوق. إذا كان العدد س زائد ص يساوي 2 وس ص يساوي 1، أوجد س تربيع زائد ص تربيع. هناك عدة طرق للحل وليست طريقة واحدة. الطريقة الأولى من هذه المعلومة، س ضرب ص تساوي 1، في جدول الضرب لا يوجد غير 1 ضرب 1 تساوي 1، وبالملاحظة نحن أخذنا أعداد صحيحة. لماذا؟ لأن كل الخيارات كانت أعداد صحيحة، فنجرب العدد الصحيح أولا. إذا كان 1 ضرب 1 يساوي 1، وبالتحقق هنا س بواحد وص أيضا بواحد يصبح 2، الإجابة أيضا صحيحة، إذا س تساوي 1 وص أيضا تساوي 1. الآن للقسم الثاني اللي هو السؤال، أوجد س تربيع زائد ص تربيع، س تربيع زائد ص تربيع، قلنا أن س تساوي 1، 1 تربيع زائد 1 أيضا تربيع، الواحد تربيع يبقى كما هو 1، 1 تربيع يبقى كما هو 1، إذن الإجابة 2 هي الإجابة الصحيحة وهي الإجابة رقم ألف. الآن مع السؤال التالي، قلنا أن الجذر عبارة عن نصف الأس، وظيفة عمل الجذر هنا أنه يقسم الأس على 2. طيب أنا لدي جذر ثم جذر آخر ثم جذر أخير للعدد 2 أس 48، هذا العدد يمثل نصف الأس، إذن يصبح الأس 24، وهذا العدد الجذر يذهب مع نصف الأس يصبح الأس 12، وهذا الجذر مع هذا يصبح أس 6، إذن الإجابة 2 أس 6، وهذه هي الإجابة رقم ألف وهي الإجابة الصحيحة. دائما احذف الجذر مع نصف الأس، اقسم الأس على 2، لأن الجذر معناه أس نصف، يعني لو عندي جذر س تساوي س أس نصف، فإذا كان لدي أس خذ نصف هذا الأس. هنا أوجد قيمة 1 أس 0، 2 أس 1، 3 أس 2، زائد 4 أس 3 ناقص 4 أس 0 زائد 3 أس 1 زائد 2 مرفوعة لأس 2 زائد 1 أس 3. نبدأ بهنا، 1 أس 0 يمثل 1، زائد 2 أس 1 2، 3 أس 2 تعني 3 ضرب 3 9، 4 أس 3 تعني 4 ضرب 4 ضرب 4، أي كررت 4 مرات تساوي 64، ناقص كل هذا في قوس، وسوف نكتب الأباقين في قوس. 4 أس 0 بـ1، 3 أس 1 تعني 3، 2 أس 2 تعني 4، 1 أس 3 يعني 1. بجمع هذه الأعداد نلاحظ أن هذه 10، 10 و64 74 و2 76، ناقص الجزء الثاني، 1 زائد 3 4، 4 زائد 4 8 زائد 1 9، 76 ناقص 9 تكون الإجابة هنا 6 ناقص 9، نستلف 1 تصبح 16، وهنا تصبح هذه 6، 16 ناقص 9 إذن الإجابة 7، ويتبقى معنا
الست. الإجابة 67 هي الإجابة الصحيحة. ننتقل إلى السؤال التالي. 10 أعداد متوسطهم 14، هذا القسم الأول من المعلومات. 6 أعداد منهم، من هذه 10 أعداد، متوسطهم 12. أوجد متوسط الأعداد الأربعة الباقية، يبقى أنا لدي 14 أعداد متوسطهم 14، أستطيع أن أوجد مجموعهم، لأن مجموعهم يساوي ماذا؟ يساوي 10 في 14 يساوي 140. الستة أعداد أستطيع أن أحصل على المجموع بنفس الطريقة، 6 ضرب 12. إذا كان لديك عدد الأعداد ومتوسط تستطيع أن تضربهم لتحصل على مجموع الأعداد. مجموع الستة أعداد 6 ضرب 12 يساوي 72. يتبقى 4 أعداد، تبقى 4 أعداد، مجموع هذه الـ4 أعداد كم؟ هو الباقي من هنا، أستطيع بعملية الطرح أن أوجد الباقي. 140 ناقص 72، الإجابة 68. إذا كان مجموع الأعداد 68 وهم 4 أعداد، لكي نوجد المتوسط نقسم المجموع على عدد القيم، أي 68 على 4، تكون الإجابة 17 هي الإجابة الصحيحة. الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة. يبقى تذكر دائما أنك إذا كان لديك عدد الأعداد ومتوسطها تستطيع أن تضربهم لتحصل على مجموع هذه الأعداد. أوجد قيمة -1 أس 29. إذا كان لدينا سالب، عدد سالب بين قوسين، والأس عبارة عن عدد فردي، تكون الإجابة -1. إنما لو كان الأس زوجي، مثال على ذلك -1 أس 30، تكون الإجابة -1 وليس -1. هنا الأعداد تساوي -1. يقول +29 أس -1، معنى أس سالب معناها في غير المكان أو تغيير المكان. هذا 29 في البسط، نجعلها في المقام، نجعلها في المقام. تصبح لدينا الإجابة الأولى كانت -1، العدد الثاني مجموعا عليه قلنا تصبح في المقام، أي 1 على 29. إذا كان لديك مسألة بهذا الشكل، يستحسن أولا تحويل الواحد إلى كسر. كيف نحول هذا الواحد إلى كسر؟ ننظر إلى هذا المقام ونجعله بسطا ومقاما، هو لأن 29 تقسيم 29 تصبح الإجابة 1، والإشارة السالبة محتفظين بها هنا، +1 على 29. إذا كنت تجمع عددين أحدهما سالب، نضع إشارة العدد الأكبر اللي هو -29، المقام يبقى كما هو، الأحد غير المقام. وإذا للجمع أحدهما سالب والآخر موجب، نقوم بوضع إشارة العدد الأكبر، 29 أكبر من الواحد، نستخدم إشارتها سالب، ثم نطرح 29 ناقص 1 تساوي 28. إذن الإجابة -28 على 29، وهي الإجابة الأولى، إجابة رقم ألف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.